السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة تانية ثانوي في فيديو جديد. هنحل مع بعض في الفيديو ده النموذج الخامس كيمياء من كتاب الموسوعة. نشوف مع بعض السؤال الأول، بيقول لي أي من الاختيارات التالية تنطبق على الأوربيتالات المتداخلة على خط واحد. هنا بقى بيقول لي إجابتين، بيقول لي قوية سهلة الكسر، أصلا يعني كلمتين يعني عكس بعض، ضعيفة صعبة الكسر برضو عكس بعض. الرابطة هتبقى سيجما، ليه؟ لأن أصلا الرابطة سيجما دي رابطة بتنشأ نتيجة تداخل أوربيتالين ذريين موجودين على خط واحد مع بعضهما، طبعا بيتقابلوا بالرأس، والتداخل أصلا بالرأس بيخلي الرابطة المتكونة قوية صعبة الكسر مش قوية سهلة الكسر زي ما موجود هنا، يبقى إذا الإجابة هي سيجما. السؤال التاني بيقول لي تتكون الرابطة باي في جزيء الأسيتيلين نتيجة تداخل أوربيتال نقط مع أوربيتال نقط. من الآخر كده لازم نعرف حاجة، إن الرابطة باي دي رابطة بتنشأ نتيجة تداخل أوربيتالين ذريين، تمام؟ لا تشارك الأوربيتالات المهجنة في تكوين الرابطة باي. فإذا أنا عندي هنا ما ينفعش أقول أي كلمة مهجن، سواء دي غلط ودي غلط ودي غلط، يبقى عندي ذري وذري، يبقى الرابطة باي لا يدخل في تكوينها الأوربيتالات المهجنة. السؤال الثالث بيقول لي نسبة روابط سيجما إلى باي في جزيء الإيسيلين تساوي. طيب مش لازم الأول نشوف كده تركيب أو شكل الإيسيلين، جزيء الإيسيلين بيبقى عامل إزاي، عشان نقدر نعرف أو نحدد عدد روابط سيجما وعدد روابط باي. زي ما نشوف مع بعض، أدي جزيء الإيسيلين، ذرتين كربون وأربع ذرات هيدروجين C2H4، فلا عندي هنا رابطة باي تمام، وهنا رابطة سيجما، وطبعا ما بين كل ذرة كربون وهيدروجين سيجما، فاستنتجت كده او بقى عندي كده خمس روابط سيجما ورابطة واحدة باي، يبقى اذا سيجما خمس روابط باي رابطة واحدة. السؤال الرابع، نسبة روابط باي الى سيجما في جزيء الاسيتيلين تساوي. طبعا لما اجي ارسم جزيء الاسيتيلين هتلاقوا اهو الرسم عندكم، اهو ذرة كربون ما بينهم اهو تلات روابط، رابطتين باي ورابطة سيجما، وما بين كل ذرة كربون وهيدروجين رابطة سيجما، فبقى عندي تلات روابط سيجما واتنين باي. فبيقول لي ان باي طبعا باي رابطتين وسيجما تلاتة، يبقى الاختيار الف اتنين الى تلاتة. بيقول لي بقى السؤال الخامس، احد الترتيبات التالية تنطبق على الاوربيتال المهجن SB2. طيب عدد الاوربيتالات الذرية المكونة لها، احنا لو شفنا هنا ان انا عندي SB2 يعني اوربيتال S اوربيتالين B، اذا من الاخر عدد الاوربيتالات المكونة ليه 3 اوربيتالات، فمن غير ما اكمل واقرأ ايه ده، انا هختار عدد الاوربيتالات الذرية المكونة ليها 3 اوربيتال، اوربيتال 2S مع اوربيتالين 2B، وطبعا في جزيء الاسيلين اللي لسه موريلكم الصورة دلوقتي. نشوف بقى مع بعض السؤال السادس، بيقول لي ايه التركيب الالكتروني لذرة الكربون المهجنة من النوع SB3 هو 1s2sb3 4 ولا 1s2 2s2sb3 4 ولا 2s2sb3 4 ولا 1s2sb4 3. طيب لازم نعرف حاجة، ان ذرة الكربون فيها 6 الكترونات، فاذا انا عندي كده لما نشوف هنا 2 و4 ده 6 الكترونات، يبقى هي دي اللي ماشيه. نشوف باء 8 لا دي ما تنفعش، باء ما تنفعش، هلاقي هنا 2 و4 6 تمام نسيب دي، هنا هلاقي 2 و3 5 ما تنفعش، يبقى بقى عندي 1s2sb3 4 و2s2. طب هي 1s2 ولا 2s2؟ لما نشوف هنا ذرة الكربون المهجنة عندي بالشكل ده، هنا بيبقى 1s2 تمام، 1s2 وهنا sb3 وهنا برضو sb3 sb3 sb3، يبقى sb3 متكررة عندي كده أربع مرات، يبقى بدأنا ب 1s2 مش ب 2s2، يبقى إذن الإجابة الصحيحة هي ألف. السؤال السابع بقى بيقول لي بمقارنة الأوربيتال المهجن بالأوربيتال الذري الداخل في تكوينه نجد. طيب بيقول لي ايه ضعف قدرة الأوربيتال المهجن على التداخل ولا قوة قدرة الأوربيتال الذري على التداخل
بصوا، بالنسبة للأوربيتال المهجن فهو أكبر قدرة على التداخل من الأوربيتال الذري، فإذا ألف وباء غلط لأن هما معكوسين. الأوربيتال المهجن أكثر امتدادا في الفراغ ولا الأوربيتال الذري والأكثر امتدادا في الفراغ؟ طبعا هتبقى الإجابة جيم، هي إن الأوربيتال المهجن أكثر امتدادا في الفراغ، لأن أنا عندي لما قارنا في النموذج اللي فات ما بين الأوربيتال الذري والأوربيتال المهجن قلنا إن الأوربيتال المهجن أكثر بروزا من الأوربيتال الذري، يبقى إذا الأوربيتال المهجن أكثر امتدادا في الفراغ. نشوف بقى كده السؤال الثامن، التركيب الإلكتروني لذرة الكربون المهجنة من النوع SB. فهوريكم دلوقتي الرسمة اللي أنا رسمتها لذرة الكربون المهجنة من النوع SB. فاللي عندنا بالشكل ده إن دي 1s2، تمام، وده هنا هتبقى اس بي واس بي اللي هما الاوربيتالين المهجنين، لان الاوربيتالين المهجنين اتنين بس، تمام. ولقينا مثلا بي واي 2 بي واي واحد و2 بي زد واحد. فلما نشوف هنا بيقول لي 1s2، تمام، هي كلهم صح من ناحية 1s2، فنلاقي بقى اس بي طبعا 2. فطبعا ما فيش هنا اس بي 2 غير دي وعليها 2، فطبعا ما تنفعش، انا عايزه اس بي وفوق 2، ما لقيتهاش، خلاص دي تمشي، و 2 بي واي 1 و 2 بي زد 1. فهنا طبعا انا شايفه خطا ان هنا المفروض نحط 2، تمام، لان دي الف وباء ما ينفعوش ولا جيم تنفع، هي الوحيده د اللي تنفع، لكن عايزه 2 هنا. تحتوي ذرة الكربون المثار على نقط اوربيتال مهجن. طيب طبعا صفر. السبب انا عندي دي ذرة كربون مثارة، يعني ما تهجنتش، يعني ذرة كربون غير مهجنة، فمن الطبيعي ان هي لا تحتوي على اوربيتالات مهجنة. بيقول لي بقى في سؤال 10 النسبة المئوية للاوربيتالات S الداخلة في التهجين SB3 تساوي نقط. طبعا هي واحد من الأربعة، فإذا هي 25%، تمام، نركز جدا في الحتة دي. سؤال 11 بيقولي عدد الروابط في جزيء الإيثيلين نقط ربط. نرجع كده لجزيء الإيثيلين، هنلاقي كده إن 1 2 3 4 5 6، 6 روابط، يبقى عدد الروابط في جزيء الإيثيلين 6 روابط، واحدة باي وخمسة سيجما. بيقول لي بقى السؤال 12 النسبة المئوية للأوربيتالات S الداخلة في التهجين SB بتساوي. طبعا هي النص، يعني النص بالظبط، فإذا هي 50%. اللي هلاقي بقى ان هتلخبطوا شوية، النسبة المئوية للأوربيتالات B الداخلة في تهجين SB2 هنلاقي ان هي 67%، انما S هنلاقيها 33%. لما نشوف السؤال 14، أحد الأوربيتالات التي الآتية لا يدخل في التهجين SB2. نركز بقى في حاجة كده عشان نعرف نحل الأربع خمس أسئلة الجايين دول. أنا عندي كده BX أول حاجة 2S، بعد كده 2BX، بعد كده 2BY 2BZ. فلما يكون التهجين SB فهلاقي 2S مع 2BX. طب لما ألاقي التهجين SB2 هلاقي 2S مع 2BX مع 2BY. طب لما الاقي التهجين SB3 هلاقي 2S مع 2BX مع 2BY مع 2BZ. فبيقولي احد الاوربيتالات الاتية يدخل في التهجين SB2. طب عندي SB2، طبعا الاوربيتال S الاول 2S، اوربيتالين B اللي هو 2BX و 2BY، فطبعا اللي مش هيدخل هنا هو 2BZ، ويبقى الاجابة هي 2BZ. سؤال 15 بيقولي الاوربيتال الذي يدخل في التهجين SB2 ولا يدخل في التهجين SB. طبعا انا عندي SB اللي هو 2S و 2BX، SB2 اللي هو 2S و 2BX و 2BY. فالاوربيتال الذي يدخل في التهجين SB2 طبعا هو 2BY، ولا يدخل في التهجين SB. 16، الاوربيتال الذي لا يدخل في التهجين SB او SB2 طبعا هو 2BZ، بيدخل في التهجين SB3 فقط. سؤال بقى 17 بيقول لي عدد الأوربيتالات الداخلة في التهجين SB3. فطبعا عدد الأوربيتالات الداخلة في التهجين SB3 4،
اوربيتال اس، اوربيتال بي اكس، اوربيتال بي واي، اوربيتال بي زد. تكون نقط الداخلة في تهجين اس بي، طبعا اس بي داخله اوربيتالين بس اللي هو 2 اس و 2 بي اكس. فاذا عندي كده 4 قصاد 2، يبقى الـ4 ضعف الـ2، يبقى عندي كده ضعف. سؤال 18 بيقول لي أي من الاختيارات التالية تنطبق على أقل عدد من الأوربيتالات الداخلة في التهجين؟ طب أنا عندي أقل عدد من الأوربيتالات الداخلة في التهجين اللي هي بالبلدي اس بي، يعني اللي هو قصده المقصود بيها أقل عدد من الأوربيتالات الداخلة اللي هما 2، اللي هو نوع التهجين اللي هو اس بي. فطبعا أنا عندي أصلا لما يكون نوع التهجين اس بي بيكون الشكل الفراغي بتاعي خطي، وقيم الزوايا بين الروابط 180، تمام، زي في جزيء الاستيلين. فبيقول لي هنا أي من الاختيارات التالية تنطبق على أقل عدد من الأوربيتالات: الشكل الفراغي الناتج رباع الأوجه، غلط، الشكل خطي، قيم الزوايا 180 درجة بس. أقف عندي دي الإجابة الصحيحة. يحدث في جزيء الإيسيلين، الإيسيلين بيحدث فيه اس بي 2. تنتج أوربيتالات مهجنة اس بي 3، لا بتنتج اس بي بس. سؤال 19، اقترح طالب إن التهجين بين الأوربيتال 2s للذرة ما مع الأوربيتال 2b لذرة أخرى، ما الخطأ الذي وقع فيه الطالب؟ طبعا الطالب غلط، لأن هو قال إن يحدث تهجين بين أوربيتالات ذرات مختلفة، وأنا عندي التهجين لا يحدث إلا في أوربيتالات أو بين أوربيتالات من نفس الذرة، هو ده الخطأ. السؤال 20، اختر الإجابة الصحيحة. الاختيارات التالية توضح تهجين من النوع نقط اللي هو عايز يعني الشكل ده. فلو هنلاحظ الشكل ده، دول 4 أوربيتالات مهجنة، فإذا أنا هدور هنا على 4 أوربيتالات مهجنة، اس بي لا دول أوربيتالين بس، اس بي 2 لا دول كده 3 أوربيتالات، اس بي 3 هي دي الإجابة الصحيحة، لأن أنا عايزة هنا 4 أوربيتالات مهجنة بس. بكده نكون وصلنا لنهاية النموذج الخامس. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.